ولمناقشة سوء الأوضاع في محافظة ديالى معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. مرحبا بك سيد نظير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. لا تنقطع الأخبار عن سوء الأوضاع في ديالى وفي مختلف جوانبها مع الأسف، أمنيا واقتصاديا وبيئيا. كيف يمكن أن نفسر استياء الأوضاع بهذه الطريقة في مختلف جوانب الحياة؟ والله يا أخي العزيز، يعني محافظة ديالى التي حباها الله بنعمة الأنهار ونعمة البساتين ويعني حباها الله من كل شيء، بدلا أن تكون هذه نعمة مع الأسف يعني كونها هذه المحافظة هي جارة للحدود الإيرانية وكونها المنطقة الأقرب إلى بغداد، يعني ابتليت في هذا الموقع الجغرافي وجعلها مستهدفة من قبل يعني النظام الإيراني وأذناب الذين يعملون في العراق، فتراها يعني تعرضت إلى محاولة تغيير ديموغرافي، تعرضت إلى حرب ميليشياوية على يعني سكان هذه المحافظة، بحيث أن يعني ما يقارب نصف سكان هذه المحافظة هم خارج المحافظة، ويعني تعرضت إلى مآسي عديدة طيلة هذه 16 سنة. فأعتقد أن الموقع الجغرافي حقيقة كان إحدى بلاوي هذه المحافظة. نعم. كيف يمكن تفسير التركيز من قبل الميليشيات على ديالى وإلى ماذا يهدفون من ذلك؟ يعني في السياق اللي يعني تحدثت به، الميليشيات هدفها واضح وهي المضي في الأجندة الإيرانية. إيران تحاول أن تجعل من هذه المحافظة ذات الغالبية السنية إلى محافظة ذات غالبية شيعية لاعتقادها بأن هذا المكون هو موالي لها، وهذا يعني كلام غير صحيح، إنما هي محاولة جعل هذه المحافظة تحت حكم الميليشيات. لماذا؟ لأنها لديها مخططات بتأمين الطريق الواصل ما بين إيران إلى بغداد ثم إلى سوريا عن طريق هذه المحافظة، لذلك تجد أن الميليشيات يعني تعبث بأمن هذه المنطقة وتحاول فرض سيطرتها بالقوة على هذه المحافظة بأي شكل من الأشكال. بناء على ذلك، إلى أين تتجه الأوضاع في المحافظة؟ والله يعني كما ترى يعني الأخبار تتوالى يعني يوما بعد يوم بأن الأوضاع تسوء. يعني نحن قبل لم يمضي شهر على الحوادث الأمنية التي حدثت في قرية أبو خنازير والقرى المجاورة لها، وثم تلتها يعني الحوادث الأمنية في القرى المجاورة لمدينة معقوبة، ونحن نتكلم عن الحالة الصحية التي تعاني منها هذه المدينة، وكأنما يريد على ذكر الحالة الصحية المحافظة. يعني سيد نظير، على ذكر الحالة الصحية، هناك مشاكل صحية كبيرة في الحقيقة، وقد تحدثت عنها مفوضية حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال أن 700 شخص يصابون بالسرطان سنويا في المحافظة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ نعم نعم، يعني هذا الرقم حقيقة عندما يعني قرأت اليوم في تقرير حقوق الإنسان فرع ديالى، يعني حقيقة صدمني، يعني سلط الضوء على مشكلة مستفحلة بدون أن يسلط الإعلام الضوء عليها. أنا يعني تواصلت مع أحد الأطباء في محافظة ديالى وحاولت أن أعرف الأسباب الحقيقية لانتشار مثل هكذا مرض، فقال إن الأسباب يعني تتركز في أمرين، أو أولا هو التلوث يعني الحاصل في هذه المدينة، بالإضافة إلى انعدام يعني أي إجراء صحي للتخلص من هذا التلوث. التلوث طبعا ينقسم إلى عدة أقسام، منها تلوث الهواء، تلوث المواد الغذائية نفسها، حتى يعني على ذكر هذا الموضوع سيد نظير، اسمح لي أؤكد على ما قالته النائبة عن ديالى، أن 100,000 نسمة مهددون حياتهم تحت تهديد هذه الدخان المنبعث من النفايات. هنا أتساءل معك، أين دور مجلس المحافظة؟ أين دور المنظمات الحقوقية من كل هذا؟ وهذا الشيء الذي يعني نستغرب له، نحن نعيش الآن في الألفية الثالثة ومع ذلك لا يوجد إجراء للتخلص من النفايات بطريقة صحية، فهي التخلص عبارة عن مكبات غير صحية، وبعد ذلك يتم حرقها وتبخر هذه الغازات التي يعني تحتوي على
مواد سامة، لأنه يعني بعض هذه يعني النفايات تكون مواد بلاستيكية، فبالتأكيد ستؤثر يعني من خلال تنفس تأثر شديد على صحة الإنسان. ومع ذلك تجد البرلمانيين أو من يمثلون هذه المحافظة في وادي آخر ولا يهمهم صحة المواطن أو الذين انتخبوهم لأجل الدفاع عن حقوقهم. هم يعني الآن مشغولين فقط في المناصب وفي المغانم. تجد أحيانا نائب أو نائبين يصرحون بأن هناك معاناة في تلك المنطقة، وبعد ذلك ماذا سيحدث؟ لا إجراء حقيقي يعني. وهذا على ما يبدو الدور المنتظر من الذين مثلوا المحافظة في العملية السياسية. أشكرك سيد نظير الكندوري، كنت معنا من إسطنبول.